الأصحاح الثالث. واعلم أن أزمنة صعبة ستجيء في الأيام الأخيرة، يكون الناس فيها أنانيين جشعين، متعجرفين، متكبرين، شتامين، لا يطيعون والديهم، ناكري الجميل، فاسقين، لا رأفة لهم ولا عهد، نمامين، متهورين، شرسين، أعداء الخير، خائنين، وقحين، أعمتهم الكبرياء، يفضلون الملذات على الله، متمسكين بقشور التقوى، رافضين جوهرها، فابتعد عن هؤلاء الناس. ومنهم من يتسللون إلى البيوت ويغوون نساء ضعيفات مثقلات بالخطايا، منقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما ولا يمكنهن معرفة الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس قاوما موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. هم أناس عقولهم فاسدة، لا يصلحون للإيمان، ولكنهم لن يتوصلوا إلى شيء، لأن حماقتهم ستنكشف لجميع الناس كما انكشفت حماقة يانيس وينبريس. أما أنت فتبعتني في تعليمي وسيرتي ومقاصدي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي واحتمال الاضطهاد والعذاب وما أصابني في أنطاكيا وأيقونية وليسترة، وكم من اضطهاد عانيت وأنقذني الرب منها كلها. فكل من أراد أن يحيا في المسيح يسوع حياة التقوى أصابه الاضطهاد. أما الأشرار والدجالون فيزدادون شرا وهم خادعون مخدوعون. فاثبت أنت على ما تعلمته علم اليقين، عارفا عمن أخذته. فأنت منذ طفولتك عرفت الكتب المقدسة القادرة على أن تزودك بالحكمة التي تهدي إلى الخلاص في الإيمان بالمسيح يسوع. فالكتاب كله من وحي الله، يفيد في التعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر، ليكون رجل الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح.